الموجز من كاب 24. أهلا بكم. ضربت هزة نردية صباح اليوم بقوة 4.5 درجات أقليم الحوز، وشعر بالهزة سكان الحوز ومراكش والمناطق المجاورة. وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء في بيان إن الهزة سجلت في الساعة 25 دقيقة بالتوقيت المحلي وبلغت قوته 4.5 درجات. المعهد أوضح أن مركز الهزة سجل في منطقة 3 يعقوب بإقليم الحوز، حيث ضرب الزلزال في 8 شتنبر الماضي بقوة 7 درجات على مقياس ريختر. وتأتي هزة اليوم بعد هزة مماثلة عرفتها نفس المنطقة صباح أمس بقوة 4 درجتين. تبنت ما يسمى جبهة البوليساريو الانفصالية الهجوم الإرهابي ضد المغرب، والذي أودى بحياة شخص وتسبب في إصابة آخرين في مدينة أسمارة. جاء ذلك في قصاصة نشرتها ما يسمى وكالة الأنباء الصحراوية التابعة لجبهة البوليساريو الانفصالية. وكانت السلطات المحلية بإقليم أسمارة أعلنت أن 4 انفجارات وقعت ليلة السبت الأحد بمدينة أسمارة في الصحراء المغربية، وأسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة 3 آخرين، 2 منهم في حالة خطيرة. بث الجناح العسكري لحركة المقاومة في غزة مقطعا مصورا يظهر 3 من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين داخل قطاع غزة المحاصر، الذي يتواصل القصف الإسرائيلي عليه موقعا 10,000 من القتلى والمصابين. وخلال المقطع المصور وجهت الرهائن رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، طالبنه فيها بالعمل على إطلاق سراحهن وسراح جميع الرهائن. وقالت إحدى الرهينات: نتنياهو، نحن واقعون في أسر حماس منذ 23 يوما، وبالأمس كان مؤتمر صحفي لعائلات المختطفين، ونحن نعلم أنه كان يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وكان يجب أن تحررنا جميعا، والتزمت بأن تحررنا جميعا. تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بطنجة مساء أمس الأحد من توقيف 4 أشخاص قاصرين تتراوح أعمارهم بين 17 و16 سنة، وذلك للشبه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة بالخطف وشراء أشياء متحصلين عليها من جناية. وجرى توقيف 3 من المشبه فيهم بعد تورطهم في ارتكاب عملية سرقة بالخطف استهدفت هاتفا محمولا مملوكا لأحد المواطنين، نتج عنها وفاة الضحية بسكتة قلبية مفاجئة خلال محاولته تعقبهم. كما أسفرت إجراءات البحث كذلك عن توقيف القاصر الرابع للشبه في تورطه في شراء الهاتف المحمول المتحصل عليه من هذه الجريمة. أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يوم الاثنين رئيس الاتحاد الإسباني السابق للعبة لويس روبياليس عن أي نشاط كروي لمدة 3 سنوات على خلفية فضيحة القبلة الشهيرة لبطلة العالم جيني هيرموسو. وقال الاتحاد الدولي في بيان: قررت اللجنة التأديبية لفيفا منع لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم من المشاركة في أي نشاط ذي صلة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة 3 سنوات، معتبرا أنه انتهك المادة 13 من قانون فيفا التأديبي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.